لعبة التونسية وفيراجها وألوانها رجعنا نعيشه مع كل مباراة للمنتخب الوطني في كاس العرب، أجواء غابت علينا في تونس مع الجمعيات وخاصة مع المنتخب. بحضور جماهيري تجاوز 20,000 في مباراة الإمارات واليوم ضد عمان، الجالية التونسية بقطر ورات اللي تونس هي فعلا بلاد الفسيفساء. مدرجات منوعة من نساء ورجال وصغار من كل الأعمار، ألوان الجمعيات خلت الصوت واحد. فيك aussi maintenant rendez-vous au quart de finale ici à la FIFA Arab Cup hein. Donc on vous attend en force, on attend toute la Tunisie ici à Doha, venez inciter votre équipe, c'est une belle fête du football, bravo à tout le monde, merci beaucoup. الجماهير التونسية اللي تلفت الأنظار ليها وين تتنقل أكدت أن كرة القدم مش مصحة كما قال ضيفنا أيمن جادة نهارين التالي، وإنما الموضوع جدي بالنسبة لها. جمهور يتنفس كرة، يتنقل على خاطر الكرة، ويقوم بالتسويق للسياحة زادة بالكرة.